بسم ولولو والأيوب بطلات في المبارزة. يعني المبارزة هي لعبة جديدة على فتيات الخليج، هل واجهتكم أي معوقات خلال بداياتكم؟ طبعا بالنسبة حق المبارزة في الخليج، فعلا احنا كنا اول بطلات نلعب مبارزة على مستوى دول الخليج. كانت بادرة منا عن طريق نادي الفتاة، وشاركنا باول مشاركة باسم دولة الكويت في بطولة الناشئين العربية، وبعدها شاركنا في بطولة العربية في لبنان في 97، وبعدها انطلقنا إلى العالم إلى أن الله وفقنا وحصلنا على الميداليات، ولولو حصلت على بطولة العالم البرونزية في نيوكاسل في 2008. من 2009 احنا ما قدرنا نشارك في بطولات تحت اسم الكويت، لان الكويت من ضمن المبارزه من ضمن 9 اتحادات الموقوفه في اللجنه الاولمبيه الكويتيه. لكن الجانب الايجابي، ودائما هناك في بصيص من الامل وجانب مشرق في يعني في حياه الانسان، ان احنا ترشحنا حق جائزه اشوكي الابداع الاجتماعي في مجال تمكين المراه عن طريق الرياضه، وذلك ساعدنا ان احنا نركز على الجانب الانمائي الرياضي، ان نقوم في اعداد برامج رياضيه انمائيه حول العالم. اخر برنامج عملناه كان في الارجنتين في نوفمبر 2011 في احد المناطق خلينا نقول يعني العشوائيه او الحواري اللي هي الفقيره جدا، المجتمعات الفقيره جدا، لكن المنطقه كانت تحمل مدرسه جميله فيها بنات رائعات يقضون وقت في المدرسة أكثر من البيت، فعلمناهم على رياضات مختلفة. إحنا تعدينا مرحلة المشاركة فقط اللي إحنا نعاني منها كنا في يعني بلسم وأنا شخصياً، إن الناس تقول إيه أهم شيء إنكم تشاركون، بس ما لا يمكن الإنسان بس يشارك 15 سنة و20 سنة، يعني لابد إن في نقطة تحول بعد المشاركة. أنت لما تشاركين تتعلمين خبرة، تكتسبين مواهب، هذه لابد إنك أنت تستثمرينها في نفسك في إنك تحققين مركز بعدها. فهذه الأمور الصغيرة تؤثر على رفع العلم، على النشيد الوطني في نهاية اليوم، هذا هو اللي راح يخلي يسطر اسم الدولة من ذهب في تاريخ الأولمبياد وفي تاريخ البطولات الثانية.